اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي، اهلا بكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصلاه. زي ما عرفناكم وحضرتوا معانا الاسبوع اللي فاتت، كانت اول حلقه من ملوك الصلاه. يمكن السنه دي او الاسبوع ده، الاسبوع اللي فات كان اسبوع حافل بالانتصارات لملوك الصلاه. احنا طبعا بنتقابل كل يوم جمعه من 7 ل 9 عشان نعمل تغطيه خاصه لكل الالعاب خلال الاسبوع اللي قبل الحلقه. الاسبوع اللي فات كان اسبوع رائع بالنسبه لنا، اسبوع مليء بالاحداث. يمكن الجمعه اللي فاتت ابتداها ملوك الصالات لكره اليد بالفوز على نادي الزمالك 30-29، وتصدروا الدوري بفارق 3 نقاط عن نادي الزمالك. في وسط الاسبوع فاز سيدات يد الاهلي بكاس مصر من نادي سبورتنج، وحسموا بطوله الدوري العام بعد ما سبورتنج خسر مباراه قبل ان يلاقي النادي الاهلي. اتحسمت نتيجه الدوري العام سيدات كره اليد للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي يعني الثنائيه كاس ودوري الاسبوع ده سيدات كره اليد النادي الاهلي. وبعديها على طول كانت طايره النادي الاهلي، الطايره في النادي الاهلي الرجال فازوا على نادي الزمالك 3-0، وكانت نتيجه كبيره وفرق سكور كبير. عشان كده بنقول لكم الاسبوع اللي فات كان مليء بالاحداث، بالاحداث اللي اسعدتنا جميعا، وما كانتش بطولات، فهي مباريات مهمه تاهلنا ان شاء الله ان احنا نتوج. وزي ما احنا شايفين النادي الاهلي الفتره دي بصراحه بيشهد طفره كبيره جدا في الالعاب الاخرى والعاب الصالات. يمكن الاهتمام بدا من عام تقريبا او عام ونص بالالعاب دي، وبدات الان يعني تجني استمار الاهتمام ده. زي ما عودناكم في حلقتنا هنبتدي الاول ببعض الاخبار وكل الاحداث اللي حصلت خلال اسبوع في النادي الاهلي الالعاب الاخرى، وبعديها هطلع مع حضراتكم تقارير مصوره. الهدف منها ان احنا نبقى برنامج بتاعنا زي ما قلت لكم يبقى متحرك، ما بقاش برنامج بنقول اخبار وبنقابل ابطال وخلاص، لا احنا عايزين نعيشكم جوه الحدث ونجيب لكم اللي مش هتلاقوه على اي قناه ثانيه. اي قناه ثانيه يعني يمكن مش هتخش جوه قوي الفرق ومش هتوصل للاعبين وتاخد منهم حوارات خاصه زي ما قناه النادي الاهلي عودتكم. وزي احب اكرر برضو اللي انتم شايفينه ده من قناه النادي الاهلي لا يمثل اكتر من 20% من اللي هتشوفوه. قناه النادي الاهلي شكلها جديد جدا، احنا عارفين اللي بيحصل ايه وعايشينه يوم بيوم. قناه النادي الاهلي يعني هتشوفوا شكل حتى مش بس في كره القدم، هتلاقوها كمان في كل الالعاب، ومش بس كده هتلاقوا شكل يليق بجمهور النادي الاهلي ومتابعين قناه النادي الاهلي. هبتدي معاكم الاخبار زي ما عودناكم. كره ماء النادي الاهلي مواليد 2002 فازوا على الزمالك بنتيجه 8-5 في اطار بطوله الدوري العام. وطبعا الاهلي بيحاول في المواليد 2002 ان هو يحافظ على تصدره عشان يحصل بطوله العام الدوري العام. ناشئات طائره الاهلي بيتاهل لنهائي بطوله الجمهوريه مواليد 2002 ويواجه 7 فرق من دور واحد. فريق ناشئات بني سويف للسله ينسحب من مواجهه الاهلي تحت 18 سنه. عندنا رجال يد الاهلي يفوز على الجزيره في الدوري. طبعا احنا الاسبوع اللي فات كان الزمالك الاهلي فاز على الزمالك 30-29 في مباراه تابعناها كلها وغطيناها هنا، وكان لينا لقاء مع كابتن عاصم حماد بعد المباراه مباشره. النادي الاهلي فاز السنه الاسبوع ده على نادي الجزيره عشان يعزز صدارته في بطوله الدوري العام. رجال يد الاهلي فاز على الجزيره بنتيجه 27-23، يمكن كان الفارق وصل 9 نقاط، ولكن قال في الاخر نتيجه ان كابتن عاصم حب يريح لعبته. السكور 27-23 يواصل طبعا تصدره بطوله الدوري العام. يد الاهلي 96 بيفوز على سموحه في الدوري بنتيجه 50-41. منافسات دي في منافسات بطوله الدوري ليواصل الفريق تقدمه في جدول المسابقه. سيدات طائره الاهلي يفوز على دلفي في نهايات الدوري 3-0 في اطار الجوله الاولى من الدوره المجمعه الاولى للنهائيات في بطوله الدوري العمومي. رجال طائره الاهلي يستعد للجيش بمعسكر مغلق. احنا عرفنا ان الاهلي طبعا رجال الطائره الابطال ملوك الصالات لكره الطائره الفريق الاول فاز على الزمالك 3-0، وكان النتيجه عاليه وقاسيه شويه، وحتى جوه الاشواط كانت النتيجه الثلاث اشواط لصالح النادي الاهلي بفرق سكور عالي. النادي الاهلي بيستعد لنهائي الدوري بقى مع نادي الجيش. يمكن نادي الجيش اغلب لعيبته من لعيبه النادي الاهلي السابقين او اللي لعبوا في نادي الاهلي، فاذا هنشوف مباراه هتبقى يعني حماسيه من الدرجه الاولى. رجال الطائره طبعا الاهلي بيستعد للجيش في معسكر مغلق المقرر لها في اقامتها يوم الاحد المقبل بالجوله الاخيره من الدور الثاني للمرحله النهائيه بمسابقات الدوري الممتاز. كل التوفيق ان شاء الله لابطال اليد لابطال الطايره، ونحتفل ان شاء الله الجمعه القادمه بفوزهم قبل سفرهم بطوله افريقيا في تونس ان شاء الله يوم 15/3. اهلي زايد يستضيف مباراه الجمهوريه للناشئين لكره السله تحت 16 سنه.
احنا بنشوف اهو النادي الاهلي في الشيخ زايد بدا يخش على خريطه المنافسات، وده اللي احنا بنقوله. النادي الاهلي ثلاث فروع والثلاث فروع على اعلى مستوى. النادي الاهلي الشيخ زايد دلوقتي بيستضيف، يستعد لاستضافه مباريات الجمهوريه الناشئين لكره السله تحت 16 سنه خلال الفتره من 2 ل 6 مارس. عندنا برضو خبر مهم بعد كده، رجال طاوله الاهلي او رجال تنس الطاوله، طبعا احنا عارفين ان تنس الطاوله بيتصدروا الدوري، يتوج بقى بكاس مصر. يعني برضو خبر اسعدنا كثيرا نضيفه الى الاخبار السابقه، الثلاث اخبار اللي توجنا فيهم الاسبوع الماضي. عندنا رجال طاوله الاهلي بيتوجوا بكاس مصر بعد ان حقق فوزا على انبي في المباراه النهائيه للبطوله التي اقيمت على صاله نادي صيد اكتوبر. يذكر ان الفريق فاز على الزمالك طبعا 3-0 في الدور قبل النهائي. تسيد كامل بالنادي الاهلي في العاب الصالات، تسيد كامل في كل المجالات وكل الالعاب. وطبعا الاسم اللي احنا قلناه ده مش اسم من فراغ، ده اسم يعني نتيجة جهد وعرق على مدار سنين، وبيستمر ولاده دلوقتي يسطروا يعني زي ما بيقولوا بيسطروا التاريخ من جديد من تاني، وبيضيفوا لملوك الصالات ولتاريخهم. عندنا سيدات طاولة الأهلي يتوج برضو بكأس مصر بعد تغلبه على فريق المعادي بنتيجة 3-0. يعني احنا خدنا الكأس رجال وسيدات في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي صيد أكتوبر. سباحة الأهلي مواليد 2005 يحصد المركز الثاني ببطولة القاهرة الشتوية المقامة حاليا باستاد القاهرة، والتي ستستمر من 9 مارس الجاري. ويسعى الأهلي في المرحلة العمومية المتبقية أن يحصد المركز الأول، حيث تشمل المرحلة 13 و14 و16 و17 عمومي ورجال. البطولة شغالة دلوقتي، وهيكون معانا أبطال حصدوا ميداليات إن شاء الله بعد الفاصل وبعد التقارير المصورة، هيكون معانا أبطال للسباحة بميدالياتهم وكؤوسهم، عشان نعرف قد إيه إن في يعني جهد بيبذل داخل النادي الأهلي في مجال أو في رياضة السباحة. ناشئات طائرة الأهلي مواليد 2004 يتأهل لنهائي بطولة القاهرة، ويواجه الأهلي غدا فريق وادي دجلة على ملاعب نادي الشمس في ختام بطولة القاهرة. ناشئات طائرة الأهلي يتأهل لنهائي بطولة الجمهورية مواليد 2000. يذكر أن الفريق تصدر مجموعته بعد فوزه بكل مبارياته في الدور التمهيدي والدور قبل النهائي. كل التوفيق طبعا. سيدات يد الأهلي يتوج بكأس مصر، وده الخبر اللي احنا قلناه في بداية الحلقة، على سبورتنج في المباراة النهائية، وتوج بكأس مصر طبعا بعد تغلبه على سبورتنج تاني في المباراة النهائية التي جمعت بينهم في صالة اسكندرية. يعني كانت المباراة النهائي في صالة اسكندرية مش في أرض محايدة ولا في القاهرة. أهلي 2001 يتوج بفضية دوري كرة الماء. يذكر أن فارق النقاط بين الفريقين خلال الموسم حسم بطولة الدوري لصالح فريق هليوبلس. الأهلي ينظم بطولة الجمهورية للبلي المائي تحت 15 سنة، وتقام البطولة بمشاركة أندية الأهلي والصيد والجزيرة وهليوبلس والزمالك خلال الفترة من 3 وحتى 4 مارس. مش هنلاقي بطولة في أي مجال وفي أي مرحلة سنية وفي أي لعبة إلا ما هنلاقي النادي الأهلي يعني مشارك فيها وبيدفع بلاعبين مميزين، وهو ده الدور اللي بيقوم بيه النادي الأهلي. مريم جمال وملك إياد تشاركان في بطولة العالم للباليه المائي المقرر إقامتهما في شهر يناير 2018. كل التوفيق لمريم وملك، إن شاء الله يرفعوا راية النادي الأهلي خفاقة بإذن الله. ناشئات يد الأهلي مواليد 2000 يفوز على الزمالك ويتأهل لنهائي الكأس. سيدات طائرة الأهلي مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر. سيدات طائرة الأهلي تاني مع الزمالك في نصف نهائي كأس مصر. يذكر أن كلاسيكو الطائرة سيقام بعد البطولة الأفريقية التي سيشارك فيها الأهلي في إبريل المقبل في تونس. كل التوفيق طبعا لكابتن حمدي الصافي وبناته إن شاء الله بالتتويج بكل البطولات زي ما عودونا. أهلي 2002 لكرة الماء يفوز على الزمالك 11-2 ضمن المباراة قبل النهائية لبطولة الدوري. سكواش الأهلي يحقق نتائج طيبة وجيدة للغاية، يعني في بطولة طنطا التي انتهت فعالياتها الأسبوع الماضي بمشاركة 21 لعيب. يمكن النادي الأهلي ممكن يشارك بعدد أكتر من كده، ولكن كابتن ناصر زهران المدير الفني أثر إن اللعيبة تريح، لأنه كانوا خارجين مجهدين من اشتراكات ودوري وتوجوا فيه بطولات كتير، فأثر إنه يريح اللعيبة واللي قادر يشترك اشترك. ناشئات طائرة الأهلي مواليد 2006 تفوز على القاهرة ضمن مباريات الدور الثاني في بطولة القاهرة. يذكر أن فريق الأهلي يتصدر المركز الأول لبطولة القاهرة حتى الآن بعد فوزه بجميع مبارياته السابقة. شباب سلة الأهلي يفوز على بلدية المحلة تحت 20 سنة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الجمهورية. عندنا خبر تاني، ناشئات طائرة الأهلي تحت 18 سنة يفوز على الطيران 3-0. نادي الطيران فريق كبير، والنادي الأهلي حسم اللقاء 3-0 ده في ناشئات طائرة الأهلي ضمن منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية.
سباحة الأهلي مواليد 2006 يتوج ببطولة القاهرة الشتوية المقامة حاليا زي ما قلنا على استاد القاهرة والتي تمتد حتى 9 مارس الجاري. ناشئ يد الأهلي مواليد 2002 يفوز على الزمالك بنتيجة 41-27 في ختام الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية. ناشئات طائرة الأهلي تحت 16 سنة يفوز على الزمالك 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الزمالك ضمن المنافسة على لقب بطولة الجمهورية. فاز على الزمالك ناشئات طائرة الأهلي تفوز على الزمالك في نادي الزمالك 3-0. يذكر أن الأهلي قد فاز على الزمالك في الدور الأول في بطولة الجمهورية، طبعا الدور الأول نادي الأهلي فاز وعزز الفوز ده في ملعب نادي الزمالك برضه بنتيجة 3-0. سيدات نادي الأهلي برضه تتوج زي ما قلنا بطولة الدوري العام، والبطولة حسمت قبل ميعادها نتيجة أن نادي سبورتنج خسر مباراة قبل أن يلاقي النادي الأهلي، فكده حسمت اللقاء. يعني ماتش سبورتنج بكرة لسيدات نادي الأهلي تحصيل حاصل، ألف ألف مبروك، وطبعا يعني مزيد من التوفيق إن شاء الله. رجال طائرة الأهلي يتأهل لنصف نهائي الكأس بالفوز على بتروجيت 3-0، يعني رجال الأهلي بيحاربوا على جبهتين، جبهة الدوري إن شاء الله والنهائي مع الجيش إن شاء الله الأسبوع القادم، وفازوا على بتروجيت 3-0 وتأهلوا للدور قبل النهائي في الكأس. كل التوفيق إن شاء الله لرجال الطائرة. ناشئات يد الأهلي 2006 يتوج ببطولة القاهرة. يد الأهلي 98 تعادل مع الزمالك 42-42 في الدوري. طيب احنا الاسبوع ده زي ما احنا قلنا كده ناخد ملخص سريع للاخبار السريعه بقى اللي احنا يعني برضو بلخصها لكم من كل الاخبار اللي فاتت. احنا كسبنا الزمالك 30-29 في كره اليد الجمعه اللي فات، وكانت مباراه جميله جدا وكانت حماسيه من الدرجه الاولى وقربتنا كتير لمشوار الدوري العام. وبعديه رجال اليد فازوا على الجزيره يعني عشان يعززوا صدارتهم، طبعا يعني كان فوز اسعدنا كثيرا. عندنا تنس الطاوله سيدات ورجال فازوا بكأس مصر، طبعا دي يعني خبر حصل الأسبوع اللي فات، وزي ما عودونا إن شاء الله يحصدوا كذلك بطولة الدوري. عندنا بطولة أو يد سيدات الأهلي حصلوا على الكأس بعد مباراة نهائية مع نادي سبورتنج في اسكندرية، والدوري حسم قبل أن يعني أن يلعبوا المباراة النهائية مع سبورتنج لأن نادي سبورتنج خسر. عندنا رجال الأهلي طايرة فازوا على نادي الزمالك 3-0 في مباراة تسيدها النادي الأهلي في كل فتراتها. طبعا أسبوع يعني فعلا اسبوع ملوك الصالات، اسبوع يستحق عن جداره فعلا. لو احنا قلنا الاسبوع اللي فات ده هو اسبوع ملوك الصالات بجداره، لان بصراحه يعني احنا ما كناش نتمنى النتائج احسن من كده. وان شاء الله الايام القادمه برضو يعني هنلاقي معانا مباريات مهمه زي نهائي الطايره في الاسبوع القادم. ان شاء الله نحتفل على شاشات النادي الاهلي باذن الله ببطوله الدوري العام للكره الطايره. برضو احب اقول ان احنا يعني عندنا برضو تقارير في حلقتنا، تقارير برضو مصورة هناخدها تقرير مع حضراتكم لغاية ما نوصل لنهايتها، وبعد كده هنستقبل ضيوف السباحة اللي شرفونا في بطولة القاهرة الشتوية اللي بتقام على استاد القاهرة. يمكن أول تقرير معانا إن حقق طبعا الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي فوز كبير على الزمالك في بطولة الدوري، ويستعد للمباراة النهائية مع فريق الجيش للتتويج بالدوري العام في هذا الموسم. طبعا هروح لتقرير مصور مش هتشوفوه غير على قناة النادي الأهلي، وأرجع لحضراتكم تاني. فوز مهم جدا، اهلي وزمالك يعني بطوله خاصه، بطوله جماهيريه، النادي الاهلي كله وجماهير النادي الاهلي مستنيه عوده الدوري للنادي الاهلي. نادي الزمالك ما عندوش ما يبكي عليه، بيلعب باريحيه كامله، هي دي صعوبه الماتش عندي، انا بلعب على دوري وهو ما فقد الامل في الدوري، فهو بيلعب باريحيه قوي يعني بدون شده اعصاب. مجلس الاداره مشكور طبعا، مش هتكلم كلمت كتير قوي عن التدعيمات اللي مجلس الاداره عملها مع الفرقه، واتمنى ان انا اسعد جمهور النادي الاهلي كله، واتمنى ان انا احرز اول بطوله للنادي الاهلي كمدير فني. طبعا الحمد لله، ويعني الناس كلها كانت مستنيه ماتش الجيش انه فاينل، بس الماتش ده كان مهم جدا بالنسبه لنا. مهما كان ماتش اهلي وزمالك صعب، حتى لو هم السنه دي في الدوري مش عاملين موسم كويس، خسروا ماتشات كتيره، بس قدامنا بتبقى حاجه ثانيه، بيلعبوا بمستوى ثاني خالص، وكان بيلعبوا من غير ضغوط خالص ان هم ما فيش حاجه يخسروها، فبيلعبوا بياخدوا ريسك عالي. الحمد لله اول شوطين كانوا صعبين جدا، بس قدرنا نحسمهم في الاخر، وثالث الحمد لله تركيزنا كان عالي فيه جدا، هم كانوا سلموا وخلص بسهوله الحمد لله. ماتش زي ده، ماتش مع فريق نادي الزمالك، نطلع بشكل كويس، نقدر نحسم النتيجه بشكل، احنا حسمناه النهارده 3-0، بقالنا فتره جدا مركزين في الماتشين، ان هو الماتش النهارده وماتش يوم الاحد ان شاء الله، الحمد لله قدرنا نخلص باحسن نتيجه النهارده، واللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه الحمد لله. مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. اولا ماتش اهلي والزمالك مختلف تماما عن الدوري، هو ماتش اهلي والزمالك له طقوس معينه، والحمد لله ان احنا كسبنا، قدرنا نكسب الماتش،
وهي الف مبروك للنادي الاهلي. بالنسبه لماتش الزمالك، ماتش الزمالك في اغلب السنين اللي فاتت وبيبقى ماتش صعب جدا، ماتش نادي الزمالك اهلي وزمالك على طول بيبقى ديربي في الكره الطايره. احنا ماتشنا كان هنا في الاسماعيليه مش في القاهره زي بقيه الماتشات، فبنضطر احنا نسافر قبلها بيومين ثلاثه، بنستعد هنا، بنتمرن في الصاله، بنتعود على الجو، بناخد محاضرات من الكابتن ميدو وكابتن جمعه وكابتن تايجر، بيقولوا لنا خطوط اللعب وازاي بيشوطوا فين واستقبالات فين، واحنا بنجهز وبنتمرن على الاساس ده. يعني بيبقى التمرين كله اغلبه ازاي نلعب قصاد نادي الزمالك. الحمد لله، اول حاجه ببارك للفرقه النهارده، الفرقه عملت اللي عليها الحمد لله، وببارك للجهاز الفني وببارك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله المباراه قويه، بس احنا كنا مستعد لها بشكل تاني. احنا كنا معسكرين بتبقى لنا 3 ايام، بقى لنا 3 ايام هنا في الاسماعيليه يومين، فالمباراه كانت قويه جدا، فبنستعد لها بشكل تاني عشان مباراه الاهلي والزمالك دي بطوله لوحديها غير بطوله الدوري. فالحمد لله قدرنا نكسب الماتش النهارده 3-0 وما ياخدوش مننا شوط ولا شوطين الحمد لله. هو سبرين انكل جامد شويه، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله يبقى خفيف، هنعمل اشعه بكره وربنا يسهل ان شاء الله. ده حصل اثناء الشوط الثاني، يعني احكي لي اللعبه كانت ازاي او انت اتصرفت فيها ازاي؟ هو طبعا كنت طالع بلوك قدام رضا، هو نزل تحتيه رجليه لفت حاولت افاديها بس ما قدرتش، يعني كانت لفت جامد، فسبرين انكل جامد شويه. شفنا مع حضراتكم التقرير اللي فات مع رجال الكرة الطائرة بعد مباراة الزمالك على طول بعد فوزهم، شفنا قد ايه المجهود المبذل، شفنا قد ايه يعني اللعيبة بتتكلم بكل يعني ثقة ان شاء الله ان ربنا يكرمهم ان شاء الله ببطولة الدوري العام. عندنا تقرير تاني، نجح الفريق الاول لكرة اليد سيدات بالنادي الاهلي في التتويج بلقب كأس مصر بعد فوز على سبورتنج في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين على صالة نادي سبورتنج بالاسكندرية، وحقق أيضا بطولة الدوري قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة أمام سبورتنج غدا. هنشوف التقرير المصور ده مع سيدات النادي الأهلي لكرة اليد وارجع لحضراتكم تاني. صعبة جدا، واحنا كنا عاملين حسابها، يعني احنا كنا قاريين السيناريو اللي هيحصل ده بالظبط، وحفظناه لاولادنا بقالنا يومين اللي هو في اسكندريه ان هلعب لغايه اخر ثانيه. اوعوا تفتكروا حتى لو كسبتوا فرق 2-3-4 اوعوا تفتكروا ان الماتش خلص، الماتش هيفضل موجود على الملعب. انت عارف احنا بنلعب في اسكندريه وفرقه منافسه وفرقه تقيله وفرقه محترمه، وفي نفس الوقت كل العناصر بتساعدهم مش بتساعدنا احنا. فطبعا كان انجاز للبنات دول بصراحه ان بعد حتى السنه اللي فاتت ما خسروا من سبورتنج ان هم يردوا كرامتهم على ملعب سبورتنج ويكسبوهم على ملعبهم، والحمد لله ان هم بالظبط فهموا اللي احنا قلناه امبارح ان الماتش مش هيخلص الا في اخر ثانيه. الحمد لله كل اللعيبه شاركت، عندي ارهاق لعيبه طبعا جامد، انا كنت فارق في الشوط الاولاني وطلعنا في الشوط الاولاني فرق جون، بعدين ثم حصل تعادل، قعد الماتش يروح ويجي يروح ويجي، خدنا تايم اوت، رتبنا شويه الورق تمام، والحمد لله هم نفذوا اللي احنا قلنا عليه بالظبط، وده الحمد لله اللي خلانا نوصل اخر حاجه هدفين. الحمد لله، والله المباراه كانت صعبه جدا من اول دقيقه، كنا نازلين مجهدين جدا من مباراه امبارح، لعبنا امبارح ماتش جامد جدا، الماتش كان ماشي سجال امبارح، تعبنا جدا في الدفاع، طلعنا كل اللي عندنا، جينا النهارده ونزلنا مرهقين شويه، بس الحمد لله الحمد لله بالروح والحماس والتركيز في اخر 10 دقائق الخبره هي اللي حسمت المباراه. احنا الحمد لله النادي الاهلي فريق بطولات طول عمرنا الحمد لله، يعني ده حاجه من عند ربنا كده، يمكن شفتوني كنت بعيط، بس دي يمكن اغلى بطوله على قلبي، لان احنا قبل كده طول عمرنا بنكسب بسكور فرق 10 فرق 20 فرق 30، اول مره احس بحلاوه المكسب فعلا، لان احنا السنه دي تعبنا جدا جدا جدا، عشان كده ربنا ما رضيش يخرجنا زعلانين. البطوله كان ليها اهميه كبيره جدا، الماتش كان في الملعب لحد اخر وقت زي ما انتوا كنتوا معانا، احنا كنا خسرانين وعملنا كومباك تاني، دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، ده بياكد ان احنا اللي بره زي اللي جوه. فانا يعني سعيده مش عارفه اعبر، لان مبسوطه ان انتم معانا في اسكندريه، فدي حاجه بسطاني اكتر، فيعني انا بشكركم جدا ان انتم معانا في وقت مهم زي ده.
شفنا مع حضراتكم قبل الفاصل على طول التقرير سيدات الاهلي وهما بيفوزوا بكاس مصر. الغريب اللي هو يعني ازاي انا مش فاهم بصراحه، يعني بيبقى المباراه بتقام على ارض المنافس وده كاس، فطبعا ده كان عليه استفهام كبير. يعني انا نفسي معترض على ده، ان كاس مصر لازم بين اي اتنين بيقام على ارض يعني محايده، ولكن طبعا سيدات الاهلي لا يعرف المستحيل، فازوا طبعا بالكاس. وشفنا كابتن بيسا وكابتن ياسر صلاح بيتكلموا ازاي عن المكسب، شفنا اللاعبات. يمكن الاربع الحقيقه يعني الاربع اللي فات هو الاربع السعيد، يعني زي ما احنا شايفين هم بيحتفلوا. طبعا ده في ملعب نادي سبورتنج، ملعب نادي سبورتنج المنافس، ازاي انا مش عارف كاس مصر تاني بيتلعب على ارض المنافس. ايا كان النادي الاهلي لا يعرف المستحيل، النادي الاهلي فاز ببطوله الكاس. انا بس عايز اقول حاجه، ان النادي الاهلي يعني ما بيحطش اللعيبه تحت اي ضغط نفسي من اي يعني نوع من الانواع. هنلعب في اي مكان وهنكسب، الموضوع بسيط جدا. عايز تلعبني فين؟ هنا. طيب هنروح ونكسب، مفيش مشكله، مفيش اعذار. يعني اداره النادي الاهلي سواء السابقه او الحاليه او اي وقت في النادي الاهلي بيعلموا الناس ان يعني ما يوجدوش الاعذار للخساره. الحاجه الثانيه اللي بقولها برضو ان الاربع كان الاربع السعيد، لان يمكن البطولات دي كلها احنا حصدناها يوم الاربع، يوم الاسبوع اللي فات الاربع سمي عن جداره، يوم الاربع لملوك الصالات، التنس الطاوله رجال وسيدات كاس مصر، السيدات الطايره كاس مصر، عندنا الرجال طايره كسبوا الزمالك 3-0. عندي خبر تاني بتقرير مصور هنروح له، توج رجال طاوله الاهلي بلقب كاس مصر بعد ان حقق فوزا على فريق انبي في المباراه النهائيه للبطوله التي اقيمت على صاله نادي الصيد. يذكر ان فريق الاهلي حقق فوزا مستحقا في جميع مباريات البطوله على كل من الزمالك ثم الزهور ثم الرواد ثم الجيش. هنشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. بحب كرئيس اتحاد ان اشكر لجنه المسابقات بتاعتنا على راسها العضو مجلس اداره العقيد تامر وفقي والكابتن ابراهيم جوده اللي هو عمل التهيئه الجميله للصاله، بحيث ان هي اظن خرجت يعني زيها زي بالظبط، يعني ما تفرقش خالص عن كاس العالم فرق رجال او كاس العالم فرق سيدات، ده بيبقى نفس المنظر اللي احنا بنشوفه بنفس الطريقه دي بالظبط يعني. واتعملت على نفس حتى المنوال بتاعهم اللي هو 12 فريق اربع مجموعات، يعني نفس النظام بالظبط اتطبق في كاس مصر. طبعا التورتين كانوا صعبين جدا، خاصه ان الاتحاد واقف لنا احسن لعيب عندنا في الفرقه عمر عصر، وكان تحدي كبير ان احنا نقدر نلعب من غيره، والحمد لله ربنا اكرمنا وقدرنا نكسب رغم ايقافه. يعني ايه بقى البطوله واهم المحطات فيها؟ البطوله طبعا بتبقى صعبه في كل حاجه، يعني بدايه البطوله في 3 ايام بس، البنات كان مشوارهم طويل وربنا اكرمهم الحمد لله وقدروا يكسبوا المعادي، والبطوله دي مرشحه لانديه افريقيا، فاحنا كده الحمد لله مرشحين لانديه افريقيا. والولاد كان 6 ماتشات كان في بعض الصعوبة في البداية، انما الحمد لله في ماتش الاخير قدرنا الحمد لله نكسب. الماتش كان صعب، تلاقي صوتي منبوح من التشجيع. الماتش يعني انبي اول سنة السنة تطلع دوري ممتاز، بس خدوا لعيب من كذا حتة، خدوا لعيب من الزمالك، وكان في لعيب عندنا عنده موسم انتقالات احمد نديم راحوا واخدينه، هم صراحة جايبين فورمة كويسة، فريق كويس، بس الحمد لله ربنا كرمنا. واحنا كمان فرقتنا كان في ناس ناقصة، بس الحمد لله العناصر ما شاء الله الجديدة عمر بدير قام بالواجب والحمد لله. الماتش الثالث ماتش احمد نديم، يعني انا ونديم يمكن 25 سنة مع بعض، واتمرنا منهم 20 سنة مع بعض، فهو حافظ لعبه وانا حافظ لعبه، وما شاء الله كان متوفق هو اول جيمين، ف يعني هي شوية تاكتكس كده في الاخر ربنا رزقني بيهم والحمد لله رب العالمين، ومشاركة الكابتن اشرف وكابتن اشرف عبد الفتاح وكابتن اشرف صبحي والزملات في الفرقه الحمد لله ربنا يسر، وقدرنا نغير التاكتكس ده شويه، ويعني كانت العمليه زي ما احنا كده مزنقه على الاخر، والحمد لله ربنا كرمنا وفكت شويه الحمد لله رب العالمين. خسرت الجيم الاول وقدرت الحمد لله نعوض اكسب الحمد لله 3-1، وكان ماتش مهم جدا النهارده ليا، عشان انا لو كنت قدرت اكسب المباراه دي كنا انهينا المباراه لصالحنا 3-0. فالحمد لله دي بطولة كاس مصر بقى لها 10 سنين ما بتتلعبش، فالحمد لله اللي هي اتلعبت واخدناها، ودي يعني بداية ان شاء الله لكاس مصر اللي هي تبقى موجودة على طول كل سنة ونقدر ناخدها ان شاء الله، وبنديها لمجلس الإدارة اللي هو على طول بيسندنا
ومش بيأخر عننا اي حاجه يعني خالص. فكنا مركزين جدا النهارده عشان البطوله دي عادت بعد 10 سنين، فكنا مركزين جدا ان احنا نقدر ناخدها يعني الحمد لله. هو الكابتن يعني عارف الحمد لله ان احنا مستوانا كويس في البطوله، فهو قال لنا ركزوا في كل الماتشات، بنلعب الماتش ده كانه اول ماتش زي اخر ماتش، والحمد لله اللعيبه كلها يعني احنا كسبنا عشان اللعيبه كلها كانت مأديه دورها كويس الحمد لله. شفنا مع حضراتكم يعني تقرير عند ملوك الصالات لتنس الطاوله، فازوا طبعا بكاس مصر الرجال يعني باستحقاق، وشفنا الدكتور علاء مشرف رئيس اتحاد يعني تنس الطاوله ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه، شفنا بيتكلم ازاي، جبنا لكم يعني اللعيبه قد ايه بذلت مجهود وان هم يستحقوا عن جداره الفوز ببطوله كاس مصر لتنس الطاوله، بالرغم ان في غياب لعيب مهم يمكن اتكلموا عنه عمر الاعصر. طبعا اللعيب ده يعني عدم وجوده اثر على الفريق بشكل كبير، ولكن هو ده النادي الاهلي لا يعرف المستحيل، سواء في احنا زي ما بنشوف مع حضراتكم التتويج، هي لحظات التتويج، وبالرغم من غياب عمر الا ان الفريق الحمد لله قدر يحسم النتيجه طبعا ليه. وزي ما احنا شايفين حضراتكم طبعا اللي بيسلم الجوائز دكتور علاء مشرف، على فكره دكتور علاء مشرف رئيس الاتحاد هو احد ابناء النادي الاهلي، وبنته بطله كبيره جدا معانا دينا، يعني بطله كبيره لتنس الطاوله في النادي الاهلي. لحظات جميله، وطبعا زي ما بقول لكم دي اقيمت على صاله نادي الصيد 6 اكتوبر، واستطاع النادي الاهلي يحسمها، وفي نفس اليوم كمان يعني سيدات الاهلي تنس الطاوله طبعا توجت بكاس مصر بعد فوزها على نادي المعادي 3-0. وعلى فكره يعني اللي عايز اقوله لكم ان البطوله دي اقيمت لاول مره منذ 10 سنوات، يعني كاس مصر للسيدات للنادي الاهلي ما اقيمتش لمده 10 سنين. النادي الاهلي حسم اللقاء بعد الفوز على المعادي 3-0. برضه هنشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. ربنا كرمنا طبعا المباراه النهائيه، وده مش غريب على بنات النادي الاهلي، هم دايما قد المسؤوليه. المباراه كانت صعبه لان طبعا النادي المعادي عنده فرقه محترمه، لعيبه اقوياء طبعا، بنات اقوياء، انما لعبتنا زي ما قلت لحضرتك هم دايما قد المسؤوليه، والحمد لله رب العالمين يعني مشرفينا دايما كده. المباراه كانت جميله وكان فيها رالي، بس الحمد لله قدرنا نكسب 3-0. بطوله صعبه كنا محتاجينها، بنستعد لها من فتره كبيره، خصوصا ان احنا عندنا نقص في الصفوف، تاني كابتن للفرقه عندنا او كابتن مع دينا مشرف في ناديين الدولات لغايه الاصابه، لكن البنات اللي موجودين الحمد لله كانوا قد المسؤوليه وربنا كرمنا وكانوا على قد المسؤوليه ورفعوا راسنا كالعاده ورفعوا راس النادي الاهلي. ماتش الفاينل كان ماتش قوي، نادي المعادي فيه لعيبه كتير مستواهم حلو ومستواهم عالي، فطبعا المباراه كانت قويه يعني. خسرت الشوط الاولاني، فكان مهم قوي ان انا ابدا الشوط الثاني مركزه ان انا ابقى فارقه في اول الشوط الثاني، فالحمد لله عرفت ان انا افرق في اول الشوط الثاني واخدته، وبرده بقيه الجيمات كنت مركزه على الموضوع ده ان انا ابدا الجيم وانا فارقه عشان لعبي يجي واكسب الجيم بسهوله، فالحمد لله يعني بعد اول جيم كسبت الثلاث جيم اللي بعد كده. الماتش بتاعي بلعب ضد فرح عبد العزيز، لعيبه من المنتخب بقى لها سنين كتيره جدا وبطله مصر وكل حاجه، فالماتش كان يعني معروف من الاول ان هو هيبقى متعب، يعني سواء انا كسبت او خسرت الماتش كان ملعوب لاخر شوط. اول مره العب فريق بنات كاس مصر، دايما كانت بتبقى اولاد البطوله دي، فحلو انها تبقى اول مره ويبقى ناخد اول. الماتش اللي قبله كنا بنلعب نادي الزهور، الحمد لله برضو كسبنا 3-0، دي ممكن تكون اول ماتش يعني ازم قوي. شفت مع حضراتكم دلوقتي التقرير سيدات التنس الطاوله، النادي الاهلي فاز طبعا بكاس مصر، وشفنا قد ايه طبعا الجهد المبذول، يمكن يوم سعيد او الاربع السعيد كان على تنس الطاوله في النادي الاهلي الفوز بالكاس رجال وسيدات، احتكار كامل لتنس الطاوله في مصر، لعيبه على اعلى مستوى موجوده مع النادي الاهلي، جهاز فني على اعلى مستوى،
وزي ما احنا شفنا يعني ما فيش لاعب او حد في الجهاز يعني بيأخر او زي ما بيقولوا بيوفر جهد لما بيزوروا عشان يحط دايما النادي الاهلي في المقدمه. عندي خبر تاني وبتقييم مصور نحب طبعا اطرحه لحضراتكم. حقق ناشئات يد الاهلي مواليد 2000 الفوز على الزمالك في المباراه التي جمعت الفريقين على صاله الامير عبد الله الفيصل بفرع النادي بنادي الجزيره بالجزيره فرع النادي الاهلي بالجزيره. وقدم الفريق عرضا قويا ونجح في الظهور بصوره طيبه ونجح في انهاء المباراه لصالحه بنتيجه كبيره 33-26. هنشوف مع حضراتكم التقرير ده وارجع تاني. الحمد لله الفرقه ادت مباراه كويسه جدا. انا منبه عليهم طبعا ان فرقه الزمالك فرقه كويسه. احنا الحمد لله ابطال الكاس السنه اللي فاتت والحمد لله ربنا كرمنا النهارده فرق 9 جوان. احنا دفعنا كان كويس جدا. ان شاء الله هنقابل الكسبان من الشمس والطيران. احنا الحمد لله كسبنا الشمس والطيران في بطوله الجمهوريه وكسبنا الشمس والطيران في بطوله المنطقه. احنا ابطال المنطقه السنه دي الحمد لله. وان شاء الله باذن الله ايا كان الفرقتين باذن الله احنا مجهزين لهم الشغل بتاعنا وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله. كنا جاهزين الماتش من زمان وكنا عارفين ان احنا هنقابله في السيمي فاينل يعني وكسبناهم في بطوله الجمهوريه على ارضنا هنا برده فرق 7 أو 6. فاحنا كنا دارسين الفرقه كويس وعارفينهم كويس فكنا مستعدين يعني ان احنا نكسب الحمد لله. احنا نازلين هدفنا اللي احنا نكسبهم. البطوله دي من يعني من اول ما احنا متجهزه اصلا بقالنا شهر وبتاع اللي احنا لازم ناخدها ولازم 3 بطولات ان شاء الله. واحنا لعبناهم قبل كده وخلاص عرفنا هما بيلعبوا ازاي ونزلنا الماتش ده لازم نكسبهم اكتر باهداف اكتر من الماتش اللي فات. ان الماتش اللي فات كناش مركزين زي ده. هو احنا برده في الاول ما كناش مركزين قوي بس احنا عشان طبعا هدفنا البطوله واللي هو لازم ناخد اول وان شاء الله من اللي هيكسب الشمس والطيران بكره يعني لازم نكسبه بس فاحنا مركزين قوي يعني اللي احنا نكسبه النهارده. شفنا مع حضراتكم التقرير اللي فات ناشئات يد الاهلي بيفوزوا على الزمالك في صاله النادي الاهلي صاله الامير او صاله الامير عبد الله الفيصل وكانت مباراه مهمه وانتهت 33-26. طبعا هطلع منفصل اعلاني وهرجع لحضراتكم مع ضيوفنا النهارده. الضيوف هيكونوا معانا في الاستوديو الكابتن احمد اسعد مدير اداري السباحه واللاعب ياسين احمد سباح النادي الاهلي واللاعبه ملك هشام سباحه النادي الاهلي. يعني فاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم مع الضيوف.